ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، نحن على ظهر هذه الأرض، خلقنا الله عز وجل لنعبده ونطيعه، لنمتثل أمره ونجتنب نهيه. وعما قريب يدع الواحد منا هذه الدار إلى دار الحساب، فبعد أن كان العبد منا في دار عمل، ترك دار العمل وفارقها إلى دار الحساب والجزاء. وكم من إنسان مؤمل في أعماله، من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج أو غيرها من الأعمال، فكيف بالعبد إذا لقي ربه يوم القيامة وقد خابت المساعي وحرم الأجور ونصفت عليه أعماله، قلت أو كثرت؟ ألا وإن مما ذكره أهل العلم مما تحبط به الأعمال مظالم العباد، أن يأتي العبد يوم القيامة وله من الأعمال الصالحة كذا وكذا، وفي الجانب الآخر عليه مظالم. روى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لأصحابه رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا ولطم وجه هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. قال: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فألقي في النار. هذا عبد من عباد الله، كان مصليا صائما متصدقا، عنده أعمال هي من أعظم أركان الإسلام: صلاة، صيام، صدقة، ولكن ضاعت عليه. تعب في الدنيا، كم صلى من الفروض، كم من النوافل، كم تصدق أو زكى من الأموال أو بالأموال، كم صام، ومع هذا أعماله هذه تحولت أجورها إلى غيره، والسبب لم يصنها، لم يحفظها. لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. هم ظنوا أن الإفلاس المقصود هو الإفلاس الدنيوي الحسي الذي انتهت عليه أمواله. قالوا: فلان فلس، اشترك في مشروع خسر، ما بقي معه شيء. قالوا: فلس. هذا الإفلاس الدنيوي يمكن أن يعوض،
لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنا إفلاسا آخر لا يمكن أن يعوض أبدا. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي يوم القيامة وقد قال شتم هذا ولطم وجه هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، لم يسلم المسلمون منه، وقع في المظالم الثلاثة أو الثلاث، وقع في تلك المظالم التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، النبي رضي الله عنه وأرضاه قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي حجة الوداع في حديث أبي بكرة في الصحيحين حين كان يخطب ويقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الحديث هذا مدبر، كان مصليا صائما مصدقا لكنه مدبر، صاحب بلاء، لم يصن أعماله باجتناب المظالم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، سب لهذا، لعن هذا، تكلم في عرض هذا، تدخل في هذا. وكلما كان المتكلم فيهم أو المسبوبون أو المشتومون أو الملعونون أو المطعون فيهم في المجتمع ذا مرتبة عظيمة، كلما كان إثمه أعظم ويؤخذ من حسناته لهم أكثر. بعض الناس يسب شخصا يظن أن الأمر سهل وهو محسوب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. صححه الألباني رحمة الله عليه. بعضهم يظن أن السب والشتم واللعن والبذاءة أنها ما تؤثر في الصلاة، وهي تؤثر في أجورها. والرجل إذا كان لسانه طويلا أو بذيئا، وكذلك المرأة، دل على أن صلاته أو صلاتها فيها خلل. فلو أديت الصلاة على الوجه الشرعي المطلوب ما أنتجت هذه الثمار السيئة. قال: شتم هذا ولطم وجه هذا، ما سلم الناس من يده، يؤذي المساكين، يتجبر عليهم، يطغى عليهم، مع أن لطم الوجه محرم حتى في تأديب الأب لولده، محرم، موضع تكريم، كما جاء في الصحيح قول عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، أي لا يلطمه في وجهه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن حيلة عند أبي داود صححه الشيخان، لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسيت. قال: ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في المضجع. فنهى عن ضرب الرجل لامرأته في وجهها. هذا كان يلطم الوجوه وهو مصلي صائم متصدق. قال: شتم هذا ولطم وجه هذا وأكل مال هذا، أكل على هذا ماله، أخذ عليه أرضه، جدارا في بيته في حوشه، سرق عليه ماله، أخذ عليه ماله بأي طريقة من الطرق، ما يبالي ومصلي. الناس يقول: فلان مصلي، لكن صلاته هذه ستعود أجورها إلى من أخذ ماله. وأخذ الأموال ذنب عظيم، حين يتعب المسلم في عمل
أو بناء أو شركة أو غيرها، ويأتي آخر فيأخذه عليه ظلما، إما بشاة زور أو احتيال أو كذب أو غيرها من الطرق. قال: وأكل مال هذا. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: وسفك دم هذا، توصل من اللطم والسب والشتم أخذ المال إلى ما هو أعظم، إلى سفك الدماء. فما بال قتل واحدا، قتل اثنين، قتل ثلاثة، ما يبالي. وقد يكون مصليا صائما من المتصدقين، لكن ما تنفعه. يأتي يوم القيامة هذا المدبر، قال: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. المظلومون كثير، والله عز وجل حكم عدل، فيختص الله عز وجل لهذا، يختص لهؤلاء المظلومين من هذا الظالم المصلي الصائم المتصدق. قال: يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. قال: فإن فنيت حسناته بقي عليه شيء. أخذت حسناته، صلاته وصومه وصدقته، وباقي مظلومون. كم ظلم، كم شتم، ربما ما يجلس مجلسا إلا ولسانه تتكلم في الأعراض، ما يقر له قرار إلا إذا طعن في فلان أو في علان، وربما تقرب بهذا إلى الله، نسأل الله العافية. قال: فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته، أي ما بقي معه شيء، أخذ من سيئاتهم، أي من سيئات المظلومين، فطرحت عليه فألقي في النار. من الذي يحب منا أن يكون من هذا الصنف من الناس؟ صنف ظاهرهم أنهم أهل دين ودينهم فاسد، وأنهم أهل خير وخيرهم زائل، وأنهم أهل هدى وهم أهل انحراف. فينبغي للمرء منا أن يحافظ على أعماله في الدنيا، أن يصونها من مبطلات الأعمال ومحبطاتها. وكما ذكرت سابقا، ذكر العلماء عديد من المحبطات، لكني ما ذكرت فقط إلا هذه الواحدة، وإلا فمعك الشرك بالله، العجب، الرياء، انتهاك محارم الله تعالى. وقد ذكر ابن رجب رحمة الله عز وجل تخشاه في كتابه مجموع الرسائل، ذكر بابا خاصا عنونه، قال: باب بيان ما تصير به الأعمال هباء منثورا. ومن ذلك أيضا أن يستصغر العبد الذنب ويستهين به ويحتقره فيكون سببا في هلاكه. قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال أنس رضي الله عنه في البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الموبقات. كم مسلم يقع في ذنب يستهين به، إما أن يتأخر عن صلاة، أو ينظر في جوال في مقاطع خليعة، أو يسمع أغاني ماجنة، أو يفعل ذنوبا أخرى يتهاون بها، يظن أن هذا الذنب لا يؤثر. بل الذنب إذا استمر عليه العبد وأصر عليه، هذا دليل على أن في قلبه استهانة بربه، فلو عظم الله ما كان هذا حاله. قال بلال بن سعد رحمه الله كما ذكر ابن القيم في كتابه الداء والدواء: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. وكلما عظم العبد المسلم ربه اجتنب محارمه،
وكلما عظمت المرأة المسلمة ربها اجتنبت محارم الله تعالى. روى الإمام ابن ماجة في السنن عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، صحه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. لا تقل ليتني منهم، لا، لا أريد أنا ولا أنت أن نكون من هؤلاء. هؤلاء مدبرون بعد المفلس الأول أو بعد المفلسين الأوائل. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. خاف ثوبان أن يكون من هذا الصنف المدبر الذي أعماله يوم القيامة كجبال تهامة علوا وحجما، ومع ذلك تصبح هباء منثورا. قال عليه الصلاة والسلام: إنهم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا صنف من الناس إذا وجد فرصة لفعل محرم ولم يجد من يراقبه من الخلق فعل ذلك المحرم. إن كان في خلوة بينه وبين الله اجترع على حرماته فانتهكها. ولا يقع في هذا إلا من خلا قلبه من تعظيم ربه. أما المعظم لله فإنه يعظم الله في الخلوات والجلوات. المراقب لله عز وجل يجتنب الحرام سواء كان في سفر أو حضر، ليل أو نهار، لا يراقب الناس، يراقب الله تعالى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم القوة نسمع، والحمد لله رب العالمين.